تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية تمالوس مدعمة بالوحدة الثانوية القل هذا اليوم 2/9/2022 وفي حدود الساعة 11:17 لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع كوستر بسيارة سياحية تعمل على خط تمالوس القل بالمكان المسمى الطريق الوطني 85 قرية ميرا السعيد تمالوس. أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخص واحد البالغ من العمر 58 سنة رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان، و24 شخص مصابين بجروح وآلام مختلفة وحالات صدمة تتراوح أعمارهم بين 73 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى تمالوس.